يدير دي كونتاكت، راه يجيب دي جوار باش كيما يقول لك مزدوج الجنسيه باش يجوا للمنتخب الوطني. وباطل، نعاود نذكر باطل، لانه تاع السابق كان يجيب لي بلي سبونسور، تاع السابق كان يجيب بالاموال باش نحطوا الامور في نصابها. ليه العمل اللي جاوا اختاروا المنتخب الوطني على المنتخب الفرنسي بالاموال مع بالمادينو؟ الناس جايه تنوي جا حبا في الوطن، اللاعب شعيبي جا حبا في الوطن، الناس جات باطل يا ناس، لانه الناخب قنعهم وقام بعمل كبير باش نعطوا له حقه، نعطوا الحق الجمل بالماضي باش نكونوا محترفين ومنصفين وضمن ظلمات القيامه.